تجربة فرانك هيرتز. تحتوي التجربة على أنبوبة تحتوي غاز الأرض، تسخن فيليمنت باستخدام جهد تسخين قيمته قليلة لتوليد الإلكترونات. باستخدام جهد التسريع تتسارع الإلكترونات من الفيليمنت باتجاه الأنود وتقاس على شكل تيار كهربائي. إذن فيليمنت مربوط بفرق جهد تسخين، شبكة أولى، شبكة ثانية، الأنود. ما هي الشروط الابتدائية قبل عمل التجربة؟ أولاً جهد التسخين voltage around filament equal 2.31 voltage. جهد الشبكة الأولى 1.24 voltage. الجهد بين الشبكة الثانية والأنود 9.36. ما هي الكميات المقاسة في التجربة؟ الكميات المقاسة فرق جهد التسريع وقيمة التيار الكهربائي. بكل بساطة نتحكم بقيمة الجهد بداية، قيمة التيار قليلة جدا، عند قيمة جهد معينة بدأت قيمة التيار بالتزايد بزيادة الفولتج يزداد التيار يزداد، عند قيمة معينة للجهد بدأ التيار بالتناقص. باستمرار زيادة الجهد نلاحظ سلوك معين للتيار يتزايد، وعند قيم محددة يبدأ التيار بالتناقص. فالكميات المقاسة قيمة الفولتج وقيمة التيار الكهربائي V and I. واضح؟ واضح سلوك التيار، قيم متزايدة وعند قيم محددة للجهد يبدأ التيار بالتناقص. إذا قمنا برسم العلاقة بين فرق جهد التسريع وقيمة التيار الكهربائي سوف نحصل على المنحنى الموضح في الشكل. يتزايد التيار وعن قيم معينة للجهد، عن قيم معينة للجهد التيار يتناقص.